ليفربول بمعالمها المميزة، كل شيء هنا ينهل من معين التاريخ الإنجليزي، لكن من بين هذه الأصالة صدح إيقاع عربي. شوي وبيهدى العمر والخلاخيل بتتعب وبتنام، شوي وبيصلي الفجر شباك انفتح عشاك. إنها الأمسية الختامية لمهرجان الثقافة العربية، ولكي لا تبتعد الثقافة عن المعيش كانت مغنية السهرة هي الفنانة السورية لينا شماميان. الوضع السوري لم يغب عن أغانيها، والجمهور وفي مجمله من الإنجليز هزه الشجا رغم جهله بمضمون الكلمات. إقامة جسور إنسانية هو الهدف الرئيس من وراء المهرجان الثقافي العربي بليفربول، وقد شمل المهرجان فقرات موسيقية وعروضا مسرحية وأنشطة أخرى، وهاجس التقارب مع الشعوب الأخرى وجعلها تطلع على الواقع العربي جزء مما يشغل بال المشاركين. بالنسبة إلي أنا شخصياً بعرف أنه كثير ممكن وقف عند تاريخ أو قصص أو أحداث عم تصير بأي مكان بالعالم بمجرد أني شوف الفن تبعه، فبحس أنه الطريقة الوحيدة لنتواصل فيها ونعمل هاي الجسور هو بالفن. ولكي تقترب أكثر من الجمهور البريطاني كان لابد من أداء أغنية لأعرق فرقة بريطانية، إنها مجموعة البيتلز التي انطلقت من ليفربول قبل عدة عقود. عبد الرحيم الفارسي، سكانيوز عربية، ليفربول.